من رام الله ينضم إلينا عصمت منصور الباحث في الشأن الإسرائيلي. سيد عصمت، أهلا بك معنا على شاشة الغد. حماس أعلنت بأنها قدمت لإسرائيل عن طريق الوسطاء تصورا شاملا للمفاوضات، لكن بعد الاطلاع على البيان الصادر عن الحركة، هل يبدو لك بأن حماس قدمت شيئا جديدا؟ صباح الخير وتحياتي لكم والمتابعين. يعني لا، البيان بيان عام وتحدث عن الثوابت التي تريدها حماس من أي صفقة، وهو يعني يضمن ويتضمن مطالبها. ولكن إذا أخذنا أيضا في الاعتبار التصريحات المنسوبة لقطر وأيضا ما جاء في الإعلام الإسرائيلي، واضح أن البيان الرد حمل بعض التعديلات واقترب يعني شيئا من الإمكانية، أو قرب إمكانية الوصول إلى صفقة، هكذا يعني تم قراءته إسرائيليا. ننتظر لنرى ماذا سيحدث في اجتماع الكابينيت الإسرائيلي وكيف سيتعامل معه. إذا كان هناك طبعا مكتب نتنياهو أصدر موقف متصلب واعتبر أنه لا يحمل أي جديد هذا الرد، لكن الإعلام الإسرائيلي يقول غير ذلك. وأيضا الوفود المهنية، الطاقم التفاوضي، يعني تسريباته تقول غير ذلك. مفهوم أن نتنياهو يريد أن يظهر موقف متشدد وأن يعني يعطل هذه الصفقة، أو على الأقل أن لا يسهلها. لكن إذا عقد اجتماع الكابينيت، ويفترض أن يعقد إما اليوم أو مع نهاية السبت، يعني ربما السبت ليلا، إذا عقد هذا الاجتماع وفوض الوفد ونال ما يطالب به بتوسيع صلاحياته والتفويض الممنوح له، أعتقد أن هذا سيقربنا من صفقة، أو يجعل الصفقة ممكنة بشكل أكبر وفي متناول يد. نجاحها يحتاج إلى مزيد من الجهود ومزيد من الضغط. الآن يعني حركة حماس من جانبها اقتربت خطوة على ما يبدو، الآن المطلوب أن يقترب نتنياهو خطوات باتجاه هذا الاتفاق، وهذا مرهون بمدى يعني قدرة الوسطاء في التأثير على الموقف الإسرائيلي وخاصة الولايات المتحدة. نتنياهو يتملص، نتنياهو يبدي تصلب غير طبيعي، ولا يشعر أنه يعني معني بصفقة حتى الآن. وسبق أن يعني قال مقربون منه أنه يريد الصفقة بعد رفح، بعد عملية رفح، لأنه يشعر بذلك بقدرة إسرائيل على ممارسة ضغوط أوسع على حماس وعلى الوسطاء، ولذلك يعني ربما يعطلها. لكن هناك بوادر انفراج ما، ونأمل أن تستكمل، نأمل أن تنجح هذه الجهود. لماذا يبدو وكأنك تعول كثيرا على توسيع الصلاحيات للوفد الإسرائيلي المفاوض أستاذ عصمت؟ يعني هل يمكن أن يتخذ هذا الوفد من خلال توسيع صلاحياته موقفا أو خطوة أو قرارا من دون المراجعة؟ هو يعني توسيع الصلاحيات هو مؤشر أن نتنياهو خضع في النهاية لمطلب العائلات ولمطلب الأجهزة الأمنية التي لا يمكن اتهامها أنها يعني تعمل ضد إسرائيل. هي تأخذ بالاعتبار الموقف الإسرائيلي، ولكن الموقف الإسرائيلي وشيء، وواضح أنه تصورات نتنياهو شيء آخر. نتنياهو اعتباراته انتخابية وداخلية ولها علاقة بشخصه وموقعه. لذلك هذه الجملة تفويض أو توسيع التفويض وتوسيع الصلاحيات هي مفتاح لفهم التوجه الإسرائيلي، وأي طرف استطاع أن يثني الآخر. إذا كان هناك ضغط من هذه الجهات وأيضا من عائلة الأسرى ومن داخل الكابينيت على نتنياهو وأيضا من الولايات المتحدة من خارج الحالة الإسرائيلية، يمكن أن يؤدي هذا إلى التوصل إلى، لكن الضغط موجود بالفعل منذ بدء هذه المفاوضات على نتنياهو، ولا يبدو بأن نتنياهو تراجع. لماذا تعتقد بأن هذا الضغط يمكن أن يؤثر فيه الآن؟ ربما الضغط غير كافي، ربما الأمر يحتاج إلى ضغط أوسع. على كل حال، ما نشهد اليوم في العلاقة بين نتنياهو وحكومته وبين الإدارة الأمريكية غير مسبوق. يعني هذا التصعيد ربما جزء منه هو عملية ضغط على نتنياهو للذهاب بهذا الاتجاه. هناك خيبة أمل كبيرة لدى الإدارة الأمريكية من طريقة تعامل نتنياهو مع التصورات التي يمكن أن تهدئ الوضع، أو يمكن أن توصل إلى حالة من الاستقرار المؤقت الذي يمكن أن يقود إلى استقرار بعيد المدى، سواء فيما يتعلق
بالمساعدات وإدخالها فيما يتعلق برفح والتلويح الدائم باجتياحها، أو فيما نعم يتعلق بالصفقة التي قد ترسي يعني الاتفاق لستة أسابيع على هدنة. هذه الستة أسابيع قد تكون يعني فترة كافية للانطلاق إلى هدنة أوسع. في كل الأحوال الضغط كان موجود، ولكن ربما ليس بالشكل الكافي، والدليل أنه لم يثني نتنياهو. الآن أنا أفترض أنه الولايات المتحدة باتت جدا مستاءة من استمرار هذه الطريقة والعملية وتضر بها، وتقريركم الذي يتحدث عن الجامعات وعن الضغط الداخلي الأمريكي واقتراب الانتخابات، كلها عوامل تجعل الولايات المتحدة معنية أكثر في هذه الصفقة. وأيضا يعني ربما هناك سحب ذرائع من نتنياهو عندما تقدم حماس تصور يصفه الوسطاء بأنه إيجابي ويمكن البناء عليه. أعتقد هذا يسحب ذريعة من نتنياهو ويضعه هو أمام اختبار بأن يقدم هو الآخر خطوة أخرى باتجاه الاتفاق. فيما يتعلق بالضغوط الإسرائيلية على نتنياهو، ألا ترى بأن الأمور أصبحت تذهب على العكس تماما؟ ربما هي أصبحت تصب الآن في صالحه، يعني تحالف معسكر الدولة لم يعد بنفس قوته بعد انشقاق جدعون ساعر عنه، طلب الانضمام إلى كابينة الحرب، أيضا قلده في ذلك بن كفير، يقال بأن ساعر لديه مواقف متشابهة جدا مع نتنياهو بخصوص هذه الحرب. كيف يبدو بأن هناك ضغط على نتنياهو، أو يمكن أن يتصاعد هذا الضغط في ظل هذه السياقات الجديدة؟ لا، هو وهنا يعني مهم أن نوضح أن الخلافات ليست على مبدأ الحرب ولا على أهداف الحرب. الخلافات لها علاقة بتفاصيل وجزئيات منبثقة عن الحرب، متعلقة بالصفقة كأولوية وكيفية إدارتها، متعلقة بالإدارة الأمريكية وكيفية التعاطي معها، متعلقة بمساعدات ببعض الجزئيات. ولذلك يعني لا يمكن اعتبار أنه جانس معارض للحرب. جانس من أكثر المتحمسين لدخول رفح مثلا، وهو كان يلوح أن يعني ويستخدم هذه المسألة للضغط على الوسطاء وعلى حماس وعلى العالم. يعني لا يجب أن يكون لدينا أي اعتقاد أن هناك في إسرائيل جبهة ضد الحرب. لكن يصور جانس يصور بأنه ربما أكثر مرونة من نتنياهو فيما يتعلق بجهود إتمام الصفقة، صحيح؟ نعم، في جزئية الصفقة نعم في جزئية الصفقة جانس يعتبر أن بالإمكان الذهاب إلى الصفقة واستكمال الحرب، وأن إعادة المدنيين تحديدا وهذه المرحلة الأولى من الصفقة ستجعل إسرائيل أكثر قدرة على استكمال الحرب. هذا يعني يمنحها تماسك داخلي، سيخفف من ضغط الأهالي، هذا سيعطيها فرصة لإعادة يعني وضع خططها وفترة زمنية للتعامل مع رفح ومشكلة المدنيين، استعادة الدعم الأمريكي للعملية وغيرها. ولذلك هذه الخلافات فعلا هي في الجزئيات وهي مهمة، لكن لا تعتبر وكأنها معارضة للحرب. جانس الآن عمليا بدون ساعر ربما يعني يبدأ ببلورة مواقف أكثر تحرر من التأثير الذي كان يمارسه جانس فيما يتعلق بالرؤية لما بعد الحرب. وهنا يمكن أن تبدأ الخلافات، رؤية اليوم التالي للحرب. هناك خلاف بين نتنياهو وجانس، ولكن نحن لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، ولكن هذا ربما الذي يعول عليه الأمريكان والعالم. ومن هنا جاءت الاستضافة أو الاستدعاء الذي تم له في البيت الأبيض، والذي يعتبر اليمين أنه سبب في كل هذا الهجوم الأمريكي على نتنياهو. بمعنى أن الهجوم الأمريكي على نتنياهو وهذه الانتقادات سواء من مسؤول أو رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ أو من الخارجية، أو الهجوم على المستوطنين ومعاقبتهم، أو انتقادات نتنياهو، أن سببها أنه جانس وكأنه يعني أعطى غطاء لهذه الهجمات وأظهر أن نتنياهو جانب المتطرف. على كل حال يعني الخلافات يجب أن تفهم في سياقها. في الرؤية السياسية نعم هناك خلاف بين نتنياهو وبين جانس، في رؤية اليوم التالي للحرب هناك خلافات نعم، ولكن هذه متروكة جانبا وليست هي المحرك الآن لهذا الصراع بينهم. الصراع هو على الجمهور، طيب، ومن يقدم نفسه بشكل أفضل للجمهور الإسرائيلي. لكن نحن نتكلم طبعا بخصوص صفقة الهدنة حتى وإن كان مؤقتة بعد رد حماس وتقديمها مثل ما قال التصور شامل للمفاوضات. مثل ما أشرت أستاذ عصمت، نتنياهو قال من الآن بأن مطالب
حماس لا أساس لها وما تزال حماس متعنتة، هذا كلامه. لكن حتى لو اجتمع الكابينة الحربي الإسرائيلي في وقت لاحق هذا اليوم الجمعة لمدارسة رد حماس، هل تعتقد بأن الكابينة يمكن أن يأخذ موقف معارض لما يريده نتنياهو، أم أنه في كل الأحوال سوف يسير يعني ضمن مشيئة نتنياهو ورؤيته لهذه الصفقة أو لهذا الرد تحديدا؟ نتنياهو لديه سيطرة على الكابينيت المصغر والكابينيت الموسع. الكابينيت الموسع لديه أغلبية مطلقة سواء من المتطرفين جانس وبن غفير ووزرائهما أو من الليكود وأعضاء الليكود وساعر الآن أضيف إليهم. لكن في كابينيت الحرب أيضا نتنياهو لديه أغلبية، هم ثلاثة من الليكود مقابل اثنان، ويعني جانس وأيزنكوت. ومع ذلك يمكن بالفعل أن يعني يكون للكابينيت رؤية ليست معارضة لنتنياهو ولكن أكثر تفهم وليونة، وبحيث تؤثر على موقف نتنياهو أو تخرج هذا الموقف بطريقة أكثر إيجابية أو تعطي فرصة للمفاوضات. ولذلك يعني لكن الرجل من الآن يقول بأن